اليوم ان شاء الله غادي يتكلم الدكتور معتوق على نظام الحمايه الاجتماعيه وحاملي بطاقه الرماد سابقا البطاقه المساعده الطبيه رماد سابقا. طبعا كنعرفوا انه بدايه هذا الشهر تم الحاق كل حاملي بطاقه الرماد بنظام الحمايه الاجتماعيه او التامين الاجباري عن المرض. دكتور مرحبا. اهلا وسهلا. إذن طبعا اليوم المعلومه ديال الناس اللي حيت فعلا بزاف ديال الناس كيتسائلوا اليوم تيقول لك انا كنت في الرميد ولكن ما جاتنيش رساله وما عرفتش انتم كتقول لهم فاتح دجنبير بدات الاستفاده من التغطيه الصحيه الاساسيه والاجباريه. اولا السميره تغيرت ديال القانون ديال 65.00 حتى التسمية تغيرت رجعت التغطية الصحية الأساسية الإجبارية. هاد المشروع مرة أخرى سمحوا لي المستمعين ديال الأصوات والمغاربة عموما اللي كيسمعونا سواء مباشرة أو لا من بعد ملي لقاو التسجيل ديال هاد الحلقة ولا ديال هاد المعلومة، أنا مازال سنأكد لكم بأن هاد المشروع هذا مشروع مهم جدا وخصنا نصفقوا الحكومة. تنقول لكم بغض النظر لا مؤاخذتي اللي عندكم ولا ما راضينش على بزاف ديال النتائج والمعيشه اللي غاليه والبنزين اللي غالي، هادشي نخليوه جانبا. كلشي عارفه وكلشي هضر عليه وكلشي حاس به وكلشي عايشه بما فيهم الحكومه تا هما فوق ما تيهضروا كيخرجوا يدافعوا على راسهم في هذا، واخا ما كيتواصلوش كفايه ولكن هذا الموضوع ما نهضروش عليه اليوم. خلينا في هذا المشروع اللي هو ايجابي جدا، اللي بغيت المرغبه يفرحوا ليه وما بغيتهمش يكونوا عدميين وما بغيتكمش تشككوا في هذا المشروع هذا، لان هذا المشروع على حسب الوثائق اللي قريت والقوانين اللي خرجت تنبغي نبلغكم بانه على الاقل واحد 10 ولا 15 مرسوم اللي خرجوا بعدا غير في هذا الاسبوع الفائت 30 نوفمبر في الجريده الرسميه، يعني عشرات ديال المراسيم اللي فيهم التفاصيل والتدقيق بالاضافه للارضيه اللي كيشتغلوا عليها ديال السجل الوطني للسكان، السجل الاجتماعي الموحد، هادشي كله باش ينجح هذا المشروع. وكيقلبوا على منين غادي شكون اللي غادي يتخلص وشكون اللي ما غاديش يخلص وكيفاش غادي تكون. هادشي راه ماشي سهل، راه ماشي سهل تدخل 11 مليون مباشره اللي كانوا في راميد ندخلهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاضافه للعمال الغير اجراء بالنسبه للمهن الحره، هادشي كله غادي يدخل. واش كنا في 5 ديال المليون، دابا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غادي يدبر تقريبا 30 مليون شخص، ماشي ساهل هادشي. فملي كيكون المنتخب المغربي غادي ماركي غادي يسجل شي شنو كيسجل؟ اصابه، يسجل شي اصابه، كتكونوا انتم محمسين وفرحانين وكتشجعوا. راه الحكومه اليوم كتستاهل تشجعوها في هذا المشروع وكتستاهل تصفقوا لها وكتستاهل انكم تنخرطوا في هذا المشروع، حيث هذا المشروع من اجلنا احنا كالمواطنين. ايه راه من اجلنا، راه هذا حلم، راه حلم عباد الله. وراني ما كنطبلش، راني تنقول لكم الحقيقه اللي خصنا نديروا يدينا في يد بعض باش ننجحوا هذا المشروع اللي كنذكروا. مشروع ملكي، توجيهات ملكيه، الفكره ملكيه، وواقف عليه صاحب الجلاله مازال واقف عليه. وهذا الشيء باش غادي هذه الوتيره وهذه السرعه، علاش؟ لان الوضعيه ديال المواطن المغربي مزريه من الناحيه الصحيه. فملي غادي نلقاو راسنا كنحلموا اليوم اننا انا مول الرميد كنت عندي بطاقه الرميد غادي ندخل المصحه خاصه ونتعالج والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غادي يرد لي المصاريف ديالي، فهذا كان في الحلم، هذا كان في الحلم. كان عندنا بحال المواطن درجه اولى ومواطن درجه ثانيه. انت المواطن مول الرميد كتمشي للمستشفى العمومي، والناس اللي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي شركه التامين الخاصه كيمشيو للمصحات الخاصه. اذن اليوم لا تساووا، غادي يبقى عندكم مشكل. غيبقى مشكل ديال انني خصني نخرج فلوس من جيبي باش نخلص الطبيب، وخصني نخرج فلوس من جيبي باش نخلص المصحه، والصندوق الوطني غادي يرد لي. ولكن فين كنا وفين رجعنا؟ راه هذه المساله مهمه انني بعدا عندي انني نمشي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مزيان، دابا باش ندخل الواضح والتفصيل. الناس كانوا في الرميد جاتهم دابا رساله عن طريق الهاتف المحمول ديالهم قال لهم لا تقلق تم تسجيلكم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم كذا.
هاد الناس اللي جاتهم اللي عندهم بطاقه الرميد وجاهم هذه الرساله راهم منخرطين ابتداء من يوم دجنبير فاتح دجنبير 2022 وانتم عارفين بان هادشي كان غيكون حتى لبدايه يناير 2023 فاذا الوتيره باش كانت تشتغل الحكومه والمسؤولين وزاره الصحه وزاره الداخليه وزاره الماليه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي تيشتغلوا على قدم وساق باش خرجوا هذا المشروع هذا وغادي يستافدوا الناس ابتداء فاتح دجنبير يعني شهر قبل الموعد اللي كانت تعطى وانا كنت تكلمت عليه والحكومه كانت تكلمت عليه كانت تهضر على نهايه 2022 باش تكون الاستفاده في بدايه 2023 اذن الا جاك هذه الرساله انت منخرط وراك كتستافد من الصندوق الوطني للدمج اش كتستافد من الصندوق اليوم كتستافد من التغطيه الصحيه الاساسيه هذه التغطيه الاساسيه انت كتعتبرك الحكومه منخرط ليس لك امكانيه اداء الاشتراك ما غتخلص حتى ريال للصندوق الانخراط ديالك بلا حتى ريال حيت ما عندكش هذه المعطيات اللي عندهم اليوم كاين الاليه الثانيه اللي كتستعمل هاد التغطيه الصحيه الاساسيه هي اليه الاشتراك اليه تضامنيه والتضامن واليه الاشتراك الاشتراك هما الناس اللي خدامين غادي يخلصوا على راسهم الناس اللي عندهم اي عمل تيشتغلوا باش تكونوا عارفينها راه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشم فيكم الريحه بانك خدام فلاح وعندك واحد الدخل غادي تخلص عندك مهنه حره غادي تخلص كدير خضار وعندك خدمه قاره وكتدخل فلوسك غادي تخلص هذاك اللي ما عندوش ما يخلصش هذاك اللي بصح ما عندوش وخصنا كلنا نتضامنوا باش هذاك اللي ما عندوش حتى هو يولج لهذ الخدمات وخصنا نكونوا صادقين في التصريحات ديالنا هذاك اللي ما عندوش غادي يدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدون ان يؤدي اي مساهمه الدوله اللي غادي تخلص عليه علاش؟ حيت غادي يكون واحد المؤشر اللي كنت تكلمت عليه في الصندوق في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد غيكون وصل لواحد المؤشر اللي يعني تنقيط واحد العتبه ديال الناس اللي عندهم الهشاشه يعني العميقه ما يقدرش يخلص فاقد الشيء لا يعطيه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ما عندوش وحراك يدابز مع القمة ديال الاكل ديالو الخبز ديالو باش يوكل وليداتو ما عندوش الا خدم اليوم ما يخدمش غدا ولا خدم يومين في الاسبوع ما يخدمش اربع ايام اخرى في الاسبوع ما عندوش سكن ما عندوش خدمه قاره ما عنده حتى شي حاجه اللي تقدر تقول هذا غادي يؤدي هذاك كيستافد بدون اي يؤدي اي مساهمه هادو باش يكونوا مطمئنين هذا هو القانون اللي اليوم كاين هادو شنو غادي يستافدوا من الصندوق هادو ملي كتمشي للمستشفى العمومي ما كتخلص حتى ريال يعني ذاك الحقوق المكتسب اللي كانت عندك في الرميد حيت بزاف الناس يقول لك او كانوا يخلونا الرميد هذيك الحقوق المكتسبه ديال الرميد مازال تمشي للمستشفى بالمجان العمومي الا قررتي تمشي للمصحه الخاصه تيخصك تادي اما كاين بعض الامراض اللي هي مزمنه يعني اللي هي خطيره باش نقول لكم راه كاين الصدق في هذا المشروع وتيخصكم ديروا يديكم في يدنا في يدينا انا كمواطن تنتكلم يدينا في يد بعضياتنا باش ننجحوا هذا المشروع وكاين الصدق هذا المشروع انا حقيقي كنشوفه في النصوص القانونيه كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ننجحوه لا سواء مسؤولين سياسيين ولا احنا كمواطنين اذن الخبر اللي هو مهم ومزيان هو ان الانسان اللي مريض مرض مزمن مرض خطير ومكلف جدا تيمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمشي معاك في التغطيه ديالك حتى ل 100% يعني ما تخلص حتى ريال هذوك الامراض الواعره اللي كطيح عليك غالي هذيك راه اذا جيتي تخلص غير 10% نعم اذا جيتي تخلص غير 10% راه خصك تخلص 5 مليون ولا 7 مليون منين غاتجيك انت 7 مليون او 2 مليون او مليون منين غاتجيك ما عندكش هنا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما كيتحمل 100% وكاين الامراض اللي فيهم 95% وكاين المرض اللي فيها 90% وكاين الامراض اللي فيهم 70% إذن ما نعم ما تقولوش راه ما 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 تقول ما تقولوش راه ما كناش احنا لا ما 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 عندناش باش نخلصوا راه بصح انك ما عندكش باش تخلص باش تمشي للمصحة حيت غتطلب منك شنو تخلص؟ غتطلب منك تخلص هذاك الفرق اللي كيبقى من بين داكشي اللي كتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وداكشي اللي خصك تخلصه انت ولكن شوفوا معايا فين كنا وفين رجعنا المستشفى العمومي كيبقى الولوج ليك مفتوح والمصحه الخاصه انت اللي كتختار
مزيان رانا نشوفوا دابا الناس هادو اللي جاتهم الرساله اللي ما جاتوش الرساله شنو يدير؟ كيقول لك انا كانت عندي الرميد حبسات، انا عندي غير توصيد الرميد ما اعترفوش بيا، انا عندي مشكل في الرميد ما جاتنيش الرساله. اش هاد الناس شنو غادي يديروا؟ هاد الناس غادي يدخلوا الانترنت الموقع ديال وزاره الداخليه، غادي يلقاو واحد الاستماره، يعني واحد الورقه مطبوع فيها واحد مجموعه ديال المعلومات اللي خصكم تعمروها. كتخرج داك الورقه وتمشي تهز السيلو ورقه كتعرف تقرا غتعمرها، كتعرف تقرا وتكتب غتعمرها، ما كتعرفش تقرا وتكتب غتمشي عند شي واحد، يا وليداتك الا قارين، يا جيرانك، يا اصدقاء ديالك، اي واحد تمشي الله يكثر خيرك عمري هذه الوريقه. ملي كتعمر هذيك الوريقه بداك التفاصيل كتصيفطها تعطيها للمقاطعه اللي سبع لها انتيا، هذيك المقاطعه كدير لها واحد الدراسه وكتصيفطها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ملي كتقول له هذا راه وصل العتبه ديال الفقر غادي يستافد، كتعطيهم الضوء الاخضر، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيدخل السميه ديالك وكيدخل الملف ديالك وكيصيفط لك رساله، ها انت تدرتي الموقف ديالك. هاد النقطه هذه اسم الاستماره دكتور لو سمحتي عندك فكره؟ الاستماره شنو العنوان ديالها؟ ما عندهاش باش يعرفوا اكيد مجموعه وثائق. اي واحد الاستماره ديال التسجيل، الاستماره ديال التسجيل، غير هي هاد الاستماره تيمكن لنا نتعفاو منها الا مشينا يعني الاهميه ديالها غادي تكون ناقصه شي شويه الا مشينا تسجلنا في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. علاش؟ حيت هاد الاستماره اذا كنت انت مسجل في السجل الوطني للسكان ومسجل في السجل الاجتماعي الموحد راه غيتعطيك واحد الرقم ديال المعرف المدني والاجتماعي، هذاك الرقم الى عندك كافي كديرو في ذاك الاستماره وكتصيفطو المقاطعه ديالك، المقاطعه ديالك كتشوف الرقم كتمشي مباشره للملف ديالك والمعطيات ديالك كتقول هذا عنده الحق وهذا ما عندوش الحق، الا عندك الحق كتصيفطو للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اذا هذا التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد غادي يعاونوا وزاره الداخليه باش تحصي الناس اللي فعلا من حقهم ومحتاجين ان تكون عندهم الانخراط بدون واجب بدون اشتراك بدون مساهمه، ونعرفوا شكون اللي ممكن يؤدي. وراه ماشي راه خصنا نتعاونوا، شنو نتعاونوا؟ نتعاونوا يعني نكونوا صادقين في التصريح ديالنا ونخمم في هذاك اللي ما عندوش، وإلا أنا عندي شويه ما نبقاش حتى أنا ندابز ندخل راسي، حتى أنا اللي عندي شويه حتى أنا ندخل، ولكن ما نكذبش في المعلومات، نعطي المعلومات الصادقه باش تبقى الحظوظ أكثر لهذاك اللي هو أكثر مني فقر، هذاك راه خصني نعطيه أنا الأسبقيه. وحنا غاديين لان كل شيء غادي يكون بالتنقيط، يعني غيكونوا واحد المؤشرات بحال اللي غنقطوا واحد على 10، جوج على 10، ثلاثة على 10، شكون اللي كثر فقرا باش تكون دائما الاسبقيه عند الناس اللي محتاجين. يعني هذا مشروع وطني، مشروع تاريخي، مشروع كيهم جميع المواطنين. نتمنى انني نكون درت على هذه النقطة هذه، يعني كيف كتستحق، لان الهدف ديالي والهاجس ديالي هو نوصل لكم هذه المعلومة وتعرفوا بان اليوم الناس اللي ما عندهمش ممكن يستافدوا من هذه الخدمات. وملي نوصلوا يعني ما حد هذا الشيء تيشتغلوا فيه، وهو اكيد غادي يبانوا ثغرات، طبيعي جدا يبانوا ثغرات، فمن يبانوا ثغرات ما تبقاوش تغوتوا وتقولوا هذا مشروع هذا هو المشاكل، لا، اشتغل، عاون، طلب منك شي حاجه الحكومه في المعلومات ديرها، نمشي نسجل، نمشي نصاوب، نمشي ونكون صادق في المعلومات ديالي. نردوا بالكم راه كيتعرض اللي كيكذب واللي كيغش راه كيتعرض لمتابعه قضائيه، يمكن له يتكلم يخلص واحد الغرامه من 2000 درهم حتى 5000 درهم، انا سبق لي وقلتها. وعقلوا راه كنتم كنتوا كتشكيوا ملي كانت الجائحه، كنتوا كتشكيوا وكتقولوا الناس عندهم الرميد وهما عندهم لاباس عليهم، كنتوا كتقولوها، كتقولوا الناس عندهم رميد وهما عندهم الفلوس، عندهم خدمه، عندهم العقارات وعندهم الفلاحه وخذوا الرميد، كنتوا كتقولوها. اليوم خصنا نكونوا صادقين باش اللي غياخذ شي مؤشر شي تنقيط يكون تيستحقوا، باش نخدموا بعضياتنا ونستقروا في البلد ديالنا الامين وننجحوا ان شاء الله هذا المشروع اللي احنا محتاجين له واللي بزاف ديال الدول يمكن يغيروا منا، لان هذا المشروع هذا يمكن ما كاينش حتى في بعض الدول الغربيه. انا ما تنزوقش، ما دخلش انتخابات، ما دخلش في السياسه، ما عندي كسر في هذا الشيء، اللي عندي كسر فيه هو بلادي وهو المواطن توصلوا المعلومه ويكون مطمئن. اذا الشيء اللي تنقول لكم انا قريته في النصوص القانونيه اللي هي واحد مجموعه المراسيم، واللي انا متاكد بان وزاره الداخليه ووزاره الصحه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تهيئوا حملات ديال الاخبار وديال الاعلام وديال تفسير ديال التفاصيل كيفاش
نعالجوا جميع الوضعيات المختلفة. سمحوا لي طولت عليكم ولكن المسألة يمكن تتستحق. أعتذر مرة أخرى. إذن 11 مليون مواطن مغربي من حاملي بطاقة رماد سابقة اليوم غادي يستفدوا من الخدمات ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكنعاودوا نذكروا بأن الاستفادة من الخدمات الصحية في المؤسسات العمومية هي بالمجان. إذن مستمعينا مستمعاتنا معلومات اليوم عبر صفحة رسمية لراديو أصوات وأيضا عبر صفحة البرنامج. تحية لزهيرة موجوم اللي كترفقنا في التصوير ونواصلوا مباشرة معكم على راديو أصوات. بكم في فقرة نصيحة تأمين، الفقرة اللي كتجاوب على كل تساؤلاتكم حول التأمين. من بعد ما فهمنا من الفقرة السابقة المعنى ديال التأمين التكافلي وطريقة التسيير ديالو، اليوم غادي نتكلموا على منتوجات التأمين التكافلي المتوفرة في المغرب. أهلا دكتور ماتوق. أهلا وسهلا. ونبداو بشنو هما هاد المنتوجات ديال التأمين التكافلي؟ بحال التأمين التقليدي، المنتوجات ديال التأمين التكافلي يمكن لها تغطي مختلف الاحتياجات، وفي هذا الإطار خاصنا نفرقوا بين نوعين من منتوجات التأمين التكافلي. هاد النوعين هما التأمين التكافلي العائلي والتأمين التكافلي العام. شنو كنلقاو في التأمين التكافلي العائلي؟ بالنسبة لهاد النوع كنلقاو المنتوجات اللي كتأمن على الأخطار اللي عندها علاقة مع الوفاة أو المرض أو الأمومة أو العجز أو غيرها. نذكر منها على سبيل المثال المنتوجات التالية. أولا منتوج التأمين التكافلي على الوفاة أو الزمانة، اللي هو واحد العقد اللي كيأدي بموجب المشترك اشتراكات إما في مرة واحدة أو بشكل دوري، وفي المقابل كيضمن ليه المؤمن الحصول على واحد الرأس مال. مبلغ الرأس مال كتفق عليه مسبقا في العقد وكيتم تأديته إما في حالة وفاة المؤمن له أو الفقدان الكلي والدائم للاستقلالية الجسدية، مع مراعاة الاستثناءات اللي تيكونوا محددين في العقد. واللي مثير للاهتمام في هذا العقد هو أنه يمكن استعماله لتغطية التمويلات اللي كيتم الحصول عليها من الأبناك التشاركية. والمنتوج الثاني هو الاستثمار التكافلي. هذا العقد كيمكن المؤمن له من الحصول على رأس مال منين كيوصل الأجل المحدد في العقد، واللي تيكون نتيجة استثمار الشركات تيأديها المؤمن له إما على شكل دفعة واحدة أو دفعات دورية أو متفرقة. غير هي هذه العملية الاستثمارية ضروري أنها تكون كتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. نعم. وبالنسبة للنوع الثاني دكتور، شنو هي المنتوجات اللي كنلقاو فيه؟ التأمين التكافلي العام كيتعلق بتأمين الأضرار والمسؤوليات. كنلقاو فيه على سبيل المثال التأمين التكافلي المتعدد الأخطار المتعلق بالبنايات. هذا العقد كيضمن الأضرار الناتجة عن الأخطار اللي كتلحق بالبنايات المؤمن عليها واللي تقدر تكون مستعملة إما للسكن أو التجارة أو الصناعة أو غير ذلك، خصوصا بالنسبة للضمان على الحريق والأضرار الناتجة عن المياه وتكسر الزجاج، بشرط يكون النشاط اللي كيتمارس في البناية مشروع وما كيتعارضش مع الضوابط الشرعية والقانونية. كنلقاو كذلك تأمين تكافلي المتعدد الأخطار المتعلق بالأخطار المهنية، اللي بموجبه كتضمن مقاولة تأمين عواقب الأضرار المادية اللاحقة بالآلات أو الأجهزة أو التجهيزات التقنية للاستخدام المهني والمصاريف والخسائر التابعة وكذلك السرقة، وكتضمن أيضا عواقب الأضرار الجسمانية والمادية والمعنوية اللي تسبب فيها المؤمن له للغير بسبب خطأ مهني ناتج عن النشاط المهني دياله. وكيف ما قلنا قبل النشاط المهني خاصه يكون مشروع وما كيتعارضش مع الضوابط الشرعية والقانونية. نعم. شكرا دكتور ماتوق. الفقرة المقبلة نصيحة جديدة حول التأمين، وإذا كان عندك أي سؤال تصل بلاكابس أو زور الموقع الإلكتروني www.acaps.com. أنا إذا قبل ما نمر للأسئلة دكتور غادي نرجع مع المختار، ياك المختار اللي الزوجة ديالو واش كاين بحال شفنا المشكل ديال سيرة الإسعاف اللي تهزو إن شاء الله من يعني من الدار ديالو في القرية البادية اللي هو موجود فيها، وبقى لنا نشوفوا مستشفى محمد السادس في مدينة مراكش. راه شفنا المستشفى دكتور، إيه ما هضروش معنا. إيه. إذا في نفس اليوم توصلوا بالوثائق. إيه ولكن مازال ما جاوبوناش. ما جاوبوناش ولكن يمكن هو عنده الجواب دكتور. يلا عطينا سي المختار. إذا نشوفوا سي المختار شنو دار. المختار السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته والأستاذة. ولا بس بعد راه اللسان سرح له شي شوية.
نعم مختار لاباس عليك؟ بلا بخير استاذ الله يحفظك. ديرها محجوبه شويه الحمد لله شويه الحمد لله. دكتور معاك وكل مستمعي راديو اصوات بغاو يعرفوا الجديد عندك سي مختار. تفضل دكتور. سي مختار استاذ بخير كي داير كل شيء بخير؟ الله يحفظك الله يطول عمرك الله يزيد من امثالك استاذ. قول لي احكي لي واش مشيتي للمستشفى؟ مشيت نعم. وعين قبل بعد المستشفى كانت سياره الاسعاف جات هزاتكم الدار؟ يا بلاتي يا استاذ انا غادي نمشي مع سير معايا دقه بدقه. ايوا دقه كتبدا من سياره الاسعاف. لا بلاتي يا استاذ دابا انا المراه عندي ليت لبس صباح الخميس الدرات بعد كتغوت لي الليل كله. ايه وليت عيطت على واحد الموظف في الجماعه. ايه الرئيس بلوكي لي يعني النمره هاد النقطه باش نوصلها لك. انا ما وصلتهاش هاد النهار بلوكي لي النمره ما تجوش عدو وما كيبغيش يجاوبني باش هاد النقطة. السيد هذاك ما عطاكش الملاميع ولا يا بتاكيله كتبكي واليوم غادي نحكي لك لاصير كله استاذ. لا شوف شوف انا غتعطيني اليوم نختار غير ما هو ايجابي. واش جات سيارة الاسعاف هزاتك ولا لا؟ جا عيطت على الموظف. واش جات هزاتك ولا ما جاش هزاتك؟ هزتني مع مزيان. واش خلصتي 200 درهم ولا ما خلصتيش؟ ما خلصتش الحمد لله مزيان. هادشي اللي تعطيني. مشيتي لمستشفى محمد السادس في مراكش؟ مشيت. واش عالجوا الزيده ديالك ولا ما عالجوهاش؟ بلاتي ولا لا ما لا ما نمشيش معاك في اللي هضرتي انت بغيتي. قول لي واش عالجوها؟ باقي الله داروا لها ليري من البارح. مزيان. شنو عطاوك شنو قالوا لك فوقاش ترجع عندهم؟ قال لي الديده هي راه باقا ناسات بغيت نوصل لك انا الرساله المعلومه في الواصله. لا سيدي انا هذه الرساله انا اللي غادي نقول لك شنو تقول لي. اذا دابا راه ناعسه في السبيطار. اه ناعسه نهار الخميس ناعسه. مزيان صافي دابا هادشي انا كافيني يا سي المختار بارك عليا. صافي بارك عليا. بارك عليك. بارك عليا. حنا ملي عيطتي لنا قلتي لي كيطلبوا مني نخلص 200 درهم وانا ما عنديش. خلص ما خلصتيش الحمد لله جات عند سياره الاسعاف. قلتي لي كنمشي للمستشفى محمد السادس ما كيستقبلوناش كيبقى يصيفطونا على عام ونص وعام عام وست شهور وخمس شهور وما عنديش باش ندير ليرم وما عنديش باش ندير. ومرتي رجليها منفوخه وكتعاني وكتبكي وانا محن وكنتي كتبكي. اليوم مشات للمستشفى واستقبلوها ودابا دخلوها للمستشفى راها ناعسه وداروا لها الراديوات اللي خاصها باش اللي تخرج النتائج غادي يقول لك شنو غادي يديروا يديروا العمليه ولا ما يديروش عمليه. يعني الحمد لله الحمد لله بفضلك وفضل بفضل الله بفضل الله سبحانه وتعالى. دائما الله سبحانه وتعالى هو اللي فضله كبير علينا عمرنا ما نحدوه عمرنا ما نعطيو سيدي ربي حقه في الشكر وفي الحمد على شنو كيعطينا. وحنا كنتسخروا حنا كيسخرنا الله كيدير لنا سبب. انت غادي يدير لك الله سبب باش تسخر شي واحد اخر وهذاك الواحد اخر وانا لهذا والاخر لاخر وحنا غاديين ديال الحياه. يلا سي المختار الله يشافي لك الزوجه ديالك. هي نعم اشي تبارك الله الله عليك سي المختار الله ييسر الامور. نعم اذا كنذكر دكتور المختار ملي تواصل معنا كان عطانا موعد كانوا عطاو 25 في الشهر باش يدير لي غام. لا ملي تواصلت مع السيده المكلفه بالتواصل تتقول لي هذا موعد باش الزوجه تشوف طبيب العظام هو اللي غادي يحيلها او تعطاها موعد دار لي غام. فعلا ملي مشات حلوها على مستشفى بنو طفيل دائما في مدينه مراكش ودار لها هذا الجهاز ديال الفحص الدقيق وهي حاليا عندهم يعني في استشفاء ناعسه في المستشفى. نتمنوا لها الشفاء ان شاء الله. شي دابا اللي ما كيعجبنيش في شي بعض العناصر المغربيه اللي مرض بما هو سلبي. مرض كيشوفوا كل شيء كحل ما كيشوفوش اللي تحقق ما كيشوفوش اللي دار. دابا هاد السيد تكرفص وعيطنا هو تيبكي وتالمنا من اجله وتالمنا من اجل الزوجه ديالو. دابا من اليوم اللي كنسولو قول لي شنو فعاود لي قول لي الحمد لله جات سيارة إسعاف وهزاتنا من باب الدار ومشات بينا حتى لمراكش للمستشفى محمد الخامس واستقبلونا ودخلنا ودرنا الراديو ودابا مرتي راها ناعسة وراه كنعينوا إن شاء الله النتائج وتنطلبوا الله سبحانه وتعالى يشافيها. لا بغى يعطيني معلومات أخرى ديال رئيس الجماعة مبلوكيه ما كيجاوبش وديال ما كي ما 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 تعطلوا عليه باش يجيبوا له هذه وديال لا هذه مجرد تفاصيل دكتور وكنعرفوا كيف دارت سيارات اسعاف واحده والاكيد ما غتغطيش المنطقه كامله. خص الانسان واش راه في الدين ديالنا خص الانسان يكون يكون متفائل ويكون عنده الامل ويذكر المحاسن قبل المساوئ ويشوف المحاسن قبل المساوئ باش هو يعيش شويه يخفف على راسه. يبقى تيهز غير ما هو بائس 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 حتى غادي يصبح المواطن بائس. لا إذن شي شويه النظره ديالو تغير. الا كانت شي امور ايجابيه يفرح بالايجابي ويغمض عيني على شويه ديال السلبي حيت السلبي غادي يسمم له حياته. واش غادي يغير لك
كاع ملي كتبكيش كيتغير، كيتغير حتى شي حاجه. ملي كتخلع وكتحزن اش كيتغير في الوضعيه ديالك في الواقع ديالك؟ ما كتغير حتى شي حاجه. اذن علاش يحاول الانسان يشوف ما هو ايجابي، يقلب راسو على ما هو ايجابي. اول ما كان يبدا المختار يقول لي الحمد لله ربي يسر لنا، ومشينا للمستشفى وجات سياره اسعاف وما خلصت سريه الحمد لله، ودخلنا للمستشفى واش نديروا لي واش نديروا لي واش نديروا لي. دابا راني انا رجعت للدار والزوجه ديالي راه في المستشفى وانا بخير الحمد لله، كنعينوا غير النتائج تعطي الداع التحليلات باش نشوفوا واش غادي دير العمليه ولا لا. راه هادشي اللي تيخص، وهنا حتى هادشي خصنا نعموه راه حتى بالنسبه للسياسيين، حتى بالنسبه للحكومه. ملي كدير شي امور اللي هي ايجابيه ومهمه الناس ما كيسطروش عليها، الناس ما كيفرحوش بها. وسبحان الله دائما السلبي تيطغى اكثر. لا ولكن الانسان خصو يغير. انا باش تحفز على دابا المواطنين ملي على دابا المنتخب غادي يلعب، انا ملي كيكون واحد هاز الكره وغادي بها يسجل اصابه، ماشي كلشي كيسجل واه سير 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 تيشجعوا فيه. وحتى الحكومه اللي دارت هذا المشروع ديال التغطيه الصحيه الاساسيه الاجباريه لمن ليس لغير القادرين على الاداء، راه سماتهم لغير القادرين على الاداء. خاص حتى المواطنين يقولوا للحكومه سير 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 يشجعوها يشجعوها باش تسجل الاصابه. هذه اصابه مهمه. الفرق الحكومه تشتغل في الخفاء والماتش باين تبعين، وهذا هو الفرق. ما يقدروش يقول سير. لا هذه يمكن مؤاخذه كتسطري عليها ديال عدم التواصل ديال الحكومه مع المواطنين، ولكن يمكن الحكومه كتوجد حملات باش تواصل معاهم. يمكن حيت هذا المشروع ماشي سهل، راه تيخافوا يخرجوا يهضروا وتبان لهم شي مفاجات، واش دخل الهضره اللي قالوا ترجع ضدهم يقولوا قلتوا لنا، فهمتي؟ دابا بعدا على الاقل يمكن كاين غير انا اللي غنهضر وغياخذوني يقولوا لي زعما انت اللي قلتي لنا، بعدا الحكومه ما قالت شيء. انت لا قال من المراسيم اللي قريتي دكتور النصوص القانونيه طبعا كترجع دائما للنصوص القانونيه، ولكن انا غير من يعني من احساسي بالوضعيه ديال المواطن اللي كينتظر يعني بواحد الحاله ديال الانتظار عجيبه جدا. كينتظر هذا الرامي شنو غتعطي الصندوق الوطني دابا شنو غتعطي؟ انا ما جاتنيش رساله شنو غادي ندير؟ كيفاش ندير تسجل وما عرفتش واش انا عندي غير التوصيل؟ اذا حنا طبعا مازال كننتظروا ان شاء الله، وكيف وعدناكم مستمعينا غتكون حلقه اللي يكون معنا فيها مسؤول من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي غادي يجاوب على كل الاسئله ديالكم اللي كتعلق تحديدا بهذه الفئه 11 مليون مواطن مغربي اليوم اللي كانت عندهم الرماد سابقا نظام الحمايه بطاقه المساعده الطبيه رماد، واليوم غادي يولجوا الخدمات ديال الضمان الاجتماعي. اذا دكتور ان شاء الله يكون معنا مخاطب من الصندوق الوطني اللي غادي يفيد المستمعات والمستمعين ويجاوب على كل الاسئله اللي كتعلق بنظام الحمايه الاجتماعيه الخاص اليوم تحديدا كيف ذكرت بهذه الفئه اللي كانت كتحمل بطاقه الرماد سابقا. خليكم معنا اوفياء الراديو اصوات. شكرا يوسف الحداوي، حد موفق لكل اسود الاطلس مربوحه ان شاء الله. هيك دكتور معتوق. اللهم يسر. اللهم امين يا رب. اللهم يسر، الله يوفقهم. كيف قلت القوميه كتهضر قبل اي شيء. هذه بلادنا ونتمنوا العالم ديال العالم المغربي ان شاء الله يرفرف فوق سماء قطر الضحى اكثر واكثر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اذا نمروا مباشره نستقبلوا تحيه لعزيز صوالحه. مرحبا بك صوالحه، اهلا وسهلا. رئيس التحرير رئيس تحرير هيئه تحرير رئيس تحرير راديو اصوات بحال بحال نعم. المهم انك رئيس تحرير، تفضل. شنو توقعات عزدي اليوم؟ هو كنتمنوا الفوز للمنتخب الوطني بطبيعه الحال، ما كاينش شي توقع اخر بالنسبه لنا مهم اكثر من هذا. هذا تمني. لا وقريب للحقيقه لان المنتخبات قريبه في المستوى، على الرغم من ان المنطق تحترم في هذه الاقصائيات الاولى، ولكن كيبقى المنتخب الوطني عنده حظوظ كبيره. اكيد ان شاء الله نتمنوا لهم التوفيق يا رب. شكرا. نشوفوا دكتور عبد الرحيم حبيش. عبد الرحيم واحد من جنود الخفاء، يمكن تكلم معنا عبد الرحيم؟ بشعار الله الوطن الملك. كنتمنوا ان شاء الله يعني من كل قلبنا ان اليوم المنتخب الوطني المغربي يفرحنا يا رب. جميل هذا النشيد الوطني، الله يرحمه صاحب الكلمات ولا الالحان، يعني جميل جدا النشيد الوطني. ولا يمكن حيت عندنا علاقه في الدم مع بلادنا. كنسمعوا النشيد واحد الاحساس ما شاء الله ما عرفتش. ايه هذاك هو باش تعرفي راسك. كنرضى عنا كيف كيقولوا مع الحليب بالصغر. راكي حيه. نتمنوا التوفيق ان شاء الله دائما لاسود الاطلس في مباراه اليوم. نمروا مباشره ونشوفوا المستمعات والمستمعين ديالنا. اتصال على الخط من سيدي بن نور.
سي مصطفى. شكرا عبد الرحيم كثير. شكرا عبد الرحيم حبيش. تفضل سي مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. كيدايره فوزيه لاباس عليك؟ بارك الله فيك. اهلا وسهلا. كيدايره الدكتور لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. الدكتور الله يكون واحد استشاره الله يرحم الوالدين. تفضل. انا واحد الوالد عندي كان من المحاربين القدامى. ايه. وناضوا وملي كان يداروا ذوك الناس العساكريه استافدوا من حنا زعنا الوراق. ايه. ملي زعنا الوراق قالوا لنا خصكم ملي صابوا ذوك الوراق صحاح قال لك جيبوا لنا الاراثه. ايه هادشي دابا ملي مات الوالد ديالك؟ اه. ايه. كان تيتخلص هو؟ كان تيتخلص ملي كان حي؟ لا. ما كان تياخذ لا تقاعد لا والو؟ لا. ايوا شنو غادي تاخذوا نتوما؟ نتسنى واخا انا نتسنى. قول تفضل شوية عليك. ملي صيفطوا لينا على الإراثة صيفطنا عليهم. ايه. لقاو الوالدة باقا حية. ايه. قال لك صيفطوا لينا العقد ديال هاد الوالدة وشهادة الحياة. ايه. صيفطنا منين تبعوا الدوسي. ايه. تبعت الوالدة تبعها هي اللي نابت على الدوسي. ايه. وملي نابت على الدوسي ملي سار هذا الدوسي في الاجراءات واحد دري بحكم حنا ساكنين في العلوبيه وهو ساكن في المدينه. شكون هو اللي ساكن في المدينه؟ هو والي تمنى. شكون هو؟ خونا. خونا. ها؟ خونا. اي اي. جبناه كاين على الدوسي ملي الوالده صابوا حيه هي اللي دارت الدوسي كت هي هي توكلت. اي. ومن اللي سال الدوسي تحكم الى اخره ومن اللي قلنا عيطنا عليه قلنا له ودي انت وتقول ورقه اللي مخليها عندنا انا جامع كل شيء وتقول. شكون هو؟ خويا. خويا يزيد. سال اللي قلنا له كاش كاينه جاتي في هذاك الدوسي قال لك انا نصيفط لكم نصيفط لنا وكاله مفوضه دايره على الوالده. ايه وشنو هو المشكل دابا؟ المشكل بغينا نعرفوا احنا ما واش هي تخلصت شدت الاجر ديالها في الاول الاجر ديال الوالد. وفي الاول؟ اه شدت من تبعت الدوسي عطاوها العزو. ايوا. بغينا نعرفوا احنا واش هذاك العزو كيخرج المبلغ قبل منه ديال العسكري ولا من وراه. دابا شكون اللي عطاها العزو؟ فرنسا الديار الفرنسيه. وهذا الشيء دابا انتم الاوراق اللي صيفطتوا لفرنسا. اه. كان شي حاجه كان راه جاوبوكم. راه جاوبونا. اش جاوبوكم؟ جاوبوها بقات تتحكم الدوسي يا دكتور. كيفاش تحكم؟ مشى المحكمه؟ كيفاش تحكم بين ذاك المبلغ اللي كيسال العسكري في الديار الفرنسيه؟ اي شوف صيفط لنا هاد الوراق اللي كتهضر لي عليهم. آه. اللي حكمت فيهم فرنسا حكمت فيهم وقالت حكمت لكم شي حاجه صيفط لنا نقراهم. آه. صيفطهم نقراهم. سي مصطفى. ما عاد يمشي لنا دكتور. هو باش يمكن لي نفهمك الشريف باش يمكن لي نفهم. ما بغاش يعطينا الوراق بصفه نهائيه الوراق ما بغاش يعطينا. وانا ما نعرفش نجاوبك غير بهذه المعلومات اللي عطيتيني ما نعرفش نجاوبك. احنا زعما بغينا نمشيو هو ما بغاش يعطينا الوراق بغينا نمشيو على البنك اللي فتحوا لنا بالاولى فتحوا البنك. انت وصلتي بعدا للبنك انا ما يمكنليش نجاوبك الا ما عطيتينيش الوراق اللي صيفطوا لكم اللي جاوبوكم فيهم باش نعرف باش نجاوبوكم. انت صيفطت الوكاله ولا الوراق للوالد؟ لا الوراق اللي صيفط اللي جاكم من فرنسا. راه عنده كل شيء مباشر يعطيهم لينا. اذا واحد من الورثه عنده الوثائق. شوف مع اخوك باش يعطيكم الوراق. ما بغاش يا دكتور قال لك سيروا للقانون انا ما عندي عاد وكاله سيروا قعدوا من القبر تدير لكم تنازل. على تمك ماتت؟ اه ماتت. ايوا راه خصك تشوف واش هذا السيد هذا خوك هذا واش عنده شي فلوس خدا شي فلوس؟ خداها دكتور. شكون اللي قال لك خداها؟ قال لك هذاك بغاتها لي امي هذيك الفلوس انا بغاتها لي امي بحال هكا كيقول وشي وكيقول ثاني شي خرجت وشي باقي وما كيتلاعب وصافي يا دكتور حنا ما انا مكفوف ما كنشوفش ما عرفتش انا ما عارف فين نصب كاع. وما عندك ما عندك ما دير دابا لا بغيتي تمشي عند شي محامي يمشي يدير لك واحد من الاجراءات عند رئيس المحكمه اللي كتطلب منه باش يصدر واحد الامر الخوك باش يسلمك. آه. الوثائق اللي عندكم ديال الملف ديال باك هذا هو اللي تقدر دير باش عاد تقدر تعرف تكون عندك معلومات دقيقه ما دابا راه ما عندك حتى شي معلومات
ما عارف شنو الفلوس واش خدا، واش كيتخلص من الشهر للشهر، واش يتخلص من 3 شهور للشهور، واش خدا شي فلوس، واش خدا شي فلوس اللي تستاهل باش يدي الاجراءات، ولا شي حاجه بسيطه اللي ما تستاهلش تنوض تعايب مع خوك. ما فهمتي، ما عندي حتى شي، ما عندي حتى شي معلومه انا باش نقدر نجاوب. سي مصطفى، اذا نشوف مع الاخ ديالك او كيف سمعتي الدكتور معتوق محامي ان شاء الله اللي غادي يرافقك في هذه المرحله. الدكتور تكلم على وكاله مفوضه، واش بمقتضى هذيك الوكاله اللي داروا الاخوه ممكن الاخ يتصرف مثلا؟ حنا ما عرفناش في هذوك الفلوس اللي احتمال يكون توصل بها من عند التعويض خارج المغرب. ما عرفتيش القانون يعني اللي عندهم وكاله واش يمكن من الوكاله ديال الاخوه ديالو يكون عنده تصرف؟ هذاك الشيء اللي قال ماشي متناسق، ماشي ما داخلش مع بعضه. اييه نعم. سي مصطفى هو كيتكلم انه كفيف، نتمنوا ان شاء الله يلقى مساعده من عند المحامي، يشوف محامي اللي غادي يساندوا ان شاء الله في الملف ديالو. نواصلوا معكم اوفياء راديو اسوات، على راديو اسوات طبعا كنرحب بكم وبكل الاسئله ديالكم. نمشيو للصويره، من الصويره التحق بنا السي عبد الكبير. اهلا وسهلا عبد الكبير. الله يبارك فيك. لاله كي دايره بخير استاذ؟ الحمد لله، مرحبا، تفضل. قول لي استاذ الله ينصرك ويحفظك، عندي واحد محكوم لي في 2000 في شهر 12، في نهار 13 شهر 12 هذا اللي داز. دروك عام هذا والمحاميه ما بدل معايا والو، دروك بقات كتجاوبني حتى في التليفون كنصون عليها ما كتجاوبنيش. نعم دكتور معتوق معك مباشرة، نعرفوا طبيعة الحكم اللي كتكلم عليه. إذا عنده حكم دكتور نهار 13 شهر ديال الشهر. الحكم هذا اللي عندك اللي داز؟ كان عندي واحد الدراري خدام في واحد الشركة في طنطا وطردوه فيها. نعم أستاذ. وطردوه من الخدمة؟ لا مات فيها، مات في الشركة. مات في قلب الخدمة؟ أي في قلب الخدمة. وحكمت لك المحكمة؟ حكمت الابتدائية هنا في الصغيرة وطلع استئناف، حكم استئناف في شهر 12 نهار 13 في شهر 12 من الأول. أييه. والمحامية كنقول لها اش درتي في داك الشيء؟ كتقول لي راه غادي مزيان، راه غادي مزيان، حتى دروكا شهر 7 وشهر 8 ما بقاتش تجاوبني كاع، كتسد عليا التليفون، كتصون لها كتطفي عليا التليفون ما كتجاوبنيش. المهم راه دابا مازال ما نفذتش الحكم ديالك. كنفذت؟ ما يمكن لا تنفذ حتى تعطيها أنت واحد الإذن كتابة. خلصتها عطيتها كلشي. لا ما عطاتكش واحد الورقه مشيتي درتي لها المصادقه وقعتي عليها ودرتي لها المصادقه في المقاطعه. قلت لك شحال غتاخذ انت وشحال ناخذ الاتعاب ديالي وهالتعويضات ديالك. ما عطاتنيش ايوا. راه مازال الفلوس، مازال راه مازال الفلوس ما تنفذوش. دابا غير خليك تتصل بها تقول لك فين وصل الملف ديالك، ملي تنفذ راه تقول لك راه الفلوس جاوا لصندوق النقابه. هي قالت لي الشركه مغلوقه، قالت لي الشركه سدوا صبغت، قالت لي الشركه ما بقيناش عارفين على من نسدوا وعلى من ندير التبليغ. علاش ما كاينش تامين؟ قالت لي الشركه، قالت لي صبغوا لها العناوين، ديروا لها العناوين، قالت لي ديروا الشركه صبغت. لا ما جاوبتنيش على السؤال ديالي، واش ما عندوش تامين، ما عندوش لاسورانس هذا الوليد، هذا المشغل اللي كان خدام عندك ولده؟ لا ما دايرش استاذ، ما دايرش ليه لاسورانس. ما دايرش لاسورانس، اذا المحكمه حكمت على المشغل ديال ولدك. اييه حكمت عليه. الله ينصرك. دابا الا ما كانش عنده هو الفلوس خصك تمشي دير دعوه ضد صندوق ضمان حوادث الشغل. خصك تحول الدعوه ضد الصندوق، واحد الصندوق ديال الضمان حوادث الشغل، ولا المحاميه ديالك وهي غادي تعرف ديك الساعه شنو دير. هي ما بقاتش دير معايا والو استاذ. الله ينصرك والله ما بقاتش دير معايا شي حبه. ما عندك خيار دابا، الا ما كدير معاك حتى شي حاجه سير عندها باش تاخذ الملف ديالك وسير تكمل المسطره. الله يمسخك. تبارك الله عليك أستاذ. الله يبارك فيك، الله يحفظك أستاذ. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين يا رب. مرحبا مرحبا، اللهم يسر. آمين يا رب. مرحبا بك دكتور. بالنسبة لضمان حوادث سير، صندوق ضمان حوادث سير، واش يمكن هو يكمل اللي خدا صاحب النيابة من عند المحامية ديالو؟ أي ولكن خصو يدير محامي، ماشي هو اللي يكمل، يدير محامي باش يكملوا المسطرة، حيت كاين إجراء كدار في المحكمة. إذا الأجل القانوني ما كاينش أجل معين؟ تكلم على اخر حكم كان عنده 13/12/2021. لا مازال الاجل، مازال هذا الحكم هذا راه تيمكن له ينفذوا على صندوق الضمان، غير هو كاين اجراءات اللي خصو يديرها. ملي كنثبتوا بان كاين عسر ديال شركه المشغل، اذن كاين الصندوق ديال الضمان حوادث الشغل. نعم خصني نلتجئ له. نتمنوا ان شاء الله التيسير والتوفيق. مستمعينا مستمعاتنا اوفياء راديو اسوات، كنذكر حلقه اليوم خاصه بالاسئله بالجواب على كل التساؤلات ديالكم. نواصلوا من اكادير مباشره معنا حبيب. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك معنا. قول لي اختي واش الدكتور معتوق هذا؟ هو هذا الدكتور معتوق. تكلم الدكتور معتوق اسمك. نعم مرحبا بك على راديو اسوات. قول لي انا طردني من الخدمه دابا 12 عام هذه من الفيلم من الفلاحه.
هذه 12 عام باش هذه 12 عام باش طردوك. هذه عام هذه باش طردوني. هذه عام باش طردوك ايوا. ومشيت هنا المفتي الشغل ما باعت انا تسالت الخير. ومشيتي للمحكمة؟ لا. وخصك تمشي للمحكمة. عندك شي شهود بينك انت خدام عنده 12 عام؟ خدام عنده 12 عام اكد بها. جاوبني السؤال ديالي، واش عندك الشهود اللي شهدوا معاك بانك خدمتي 12 عام اللي مشيو للمحكمه يشهدوا معاك؟ واش عندك؟ انا ما بغاوش يشهدوا ليا، خافوا على راسهم، خافوا تعملوا لي ترضهم. وما عندكش كاع اللي يشهد معاك شي واحد اللي خرج من الخدمه؟ وكاين اللي خارجين من الخدمه دابا، راه ست الناس صحابي خارجين من الخدمه. هادوك هما اللي يشهدوا معاك، هادوك اللي خرجوا من الخدمه. هادو اللي خرجوا من الخدمه غادي يشهدوا معايا. هادوك يقدروا يشهدوا ما يخافوش ديك الساعات. شكرا الله يجازيك. ولكن راه ما خصكش تعطل، راسك فهاد الشهر ولا شهرين تمشي دير دعوه في المحكمه. صافي الله يجازيك. يلا تبارك الله عليك. الله يجازيك بخير. سي الحبيب مرحبا، الله يوفقك. اذا الموضوع دائما الفئه اللي كتشتغل في الضيعات الفلاحيه، كنعرفوا ان العدد كبير جدا واغلبهم بدون يعني تصريح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حتى هما دكتور طبعا غيستافدوا من الحمايه الاجتماعيه، لكن هما اجراء. ما كيشتغلوا، هما اجراء دابا. شكون هذا السيد اللي كيشتغلوا في الضيعات؟ نعم اللي كيشتغلوا في الضيعات الفلاحيه. طبعا عنده الصفه ديال الاجير. المفروض المشغل هو اللي يدي عليه. اييه. نعم نواصلوا بعد الفاصل معكم على راديو اصوات، خليكم شراك، نحييكم فين ما كنتوا، مرحبا بكم معنا. اذا نواصلوا من الصويره مباشره معنا سي عبد الكامل، مرحبا بك. عليكم. عليكم السلام عبد الكامل. دكتور عبد الله لاباس. بارك الله فيك سيدي، مرحبا بك، تفضل. عبد الكامل جامعة مجدي. نعم سيدي. اقليم الصويرة. اهلا وسهلا وتحية لكل المستمعين بالصويرة. اي لا لا انا خدام في واحد الطاقة الشمسية، عامين كنعطي الناس الماء. اييه. ما كنخلص ما والو. اييه. ومني فات الانتخاب جا هذاك العضو ديال راه عطيتك هذيك النهار النمرة ديالو وراه ديالو، هذيك اللي نكر عليك هذيك النهار قال لك اسيدي ماني عضو. ماني رئيس، راه محمل المسؤولية ديالها، نكمل لك الموضوع. ايوا سيدي. من فات الانتخاب جا عندي هو الجمعية، هذاك العضو. اييه. قال لي غنربطوا المال الديور. اييه. قلت لهم أنا ما يمكنش ليا تخوني إلا ما تخلصتش هذا العامين، راني مضرور وعندي ستة الوليدات. اييه. ستة سبعة النفوس، علاش كنجري؟ فين غنمشي أنا؟ المهم. قال لي راه غنعطوك منيو لونس. اييه. قال لي غنعطوك من يولونس، بقيت تابعهم طلع النهار دار واحد جمع عام فيه المقدم فيه الناس ديال دوك صحاب المواكن. اييه. قال لي هذاك النايبه ودي من يولونس ديالك هو تعدي لك الجمعيه، الجمعيه عطاتني 40,000 ما طلعتش كملت ليا دكتور دروكا وراني معلق. وجاو بيحلوا الطاقه، هذاك الرئيس صيفط واحد الشخص، انا قال لي هذاك الشخص صيفطني وانا حبستو على الطاقه. لا هو سير دعي للجماعه. ورا صيفطو راه قلت ليه شكون اللي صيفطك؟ قال لي الرئيس ديال الجماعه. وسير دعي للجماعه، سير دير محامي ودعي للجماعه. دكتور الله ما عندي ريال بيض باش نمشي للصويره ولا شي حاجه، انا كاين باش تفوديوني. ها هو النمره ديال هذاك الشخص اللي عطيتك هذيك النهار. ايوا ولكن ذاك السيد راه عيطنا له ذاك النهار قال لك ماشي انا. هو من المسؤوليه ديالو استاذ، والنمره هذيك النهار. الشريف الشريف غادي تمشي غادي تطلب المساعده القضائيه. المحكمة كدير لها المساعدة القضائية كتعين لك. والله ما عندي انا طيح في الفراش دروك، اقسم لك فمي بالله الا انا طيح في الفراش دروك. ولكن غادي ندير انا نساعدك الشريف، كي غندير نساعدك؟ قلت لي اعطيني النمرة ديال الرئيس. اعطيتيني النمرة عيطت له وقال لك انا ماشي انا، شنو بغيتيني ندير؟ لا هذاك العضو النمرة ديال الرئيس عندي عيط له. صيفط لنا رسالة، صيفط لنا رسالة ونعيطوا ديك الساعة الرئيس. ما كنعرفش اسيدي استاذ نكتب انا هذاك الشيء. شوف لي شي واحد من جيرانك ولا موليداتك ولا اللي كتعرفو يكتب لك واحد الرساله وصيفط لنا هاد المعلومات اللي قلتي لنا كلها والتليفون ديالك والتليفون ديال رئيس الجماعه. سي عبد الكامل مرحبا، غادي نذكرك بالرقم ديال الفاكس 05 22 23 88 55. اذا 05 22 23 88 55. غادي يكون ان شاء الله ايضا غدا اعلان على رقم اخر، رقم جديد للتواصل عبر الواتساب بالنسبه للمستمعات والمستمعين اللي كيتعذر عليهم الانتقال. كنذكر اللي كيتعذر عليهم ينتقلوا باش يلقاو فاكس، يعني هما خارج المدار الحضري. اذا المستمعين ومستمعاتنا كان هذا اخر اتصال في حلقه اليوم، طبعا اللقاء معكم يتجدد كل يوم مباشره على راديو اصوات من 2:30 حتى 3:30. مرحبا بكم معنا في 2 و4 ملفات، وحده من الملفات ديالكم اللي كتبعثوا لنا، وباقي الايام طبعا خاص بالاسئله ديالكم، نجاوبوا على كل الاسئله. وكنذكر الجمعه ما تنساوش صفحه البرنامج على الفيسبوك، كاين الحل مع دكتور ماتو، كتبوا السؤال وانتظروا الجواب على الهواء. دكتور الى اللقاء. الى اللقاء ان شاء الله. غدا ان شاء الله. ان شاء الله.